نستهلها بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونبدأ أسد النواب السحكر السحكر. إذن نبدأ بسؤال عن التعطير الديني لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضل السيدة النائبة. سيد الرئيس، سير الوزير، كنسألكم عن التدابير الخاصة بالتعطير الديني ديال المغاربة العالم. شكرا. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيدة النائبة المحترمة، شكرا لك على سؤالك. كلما طرح هذا السؤال أقول فيه بأن المعتمد أو المعول على تشبث المغاربة في الخارج بدينهم وبثوابتهم، ذلك لأن الوسائل ديال التدخل محدودة والإكراهات الآن كثيرة وتزداد. ومع ذلك هنالك بعض العمليات، منها مثلا إحداث المجلس العلمي المغربي لأوروبا، فتح قنوات التواصل مع القنصليات والجهات الرسمية، استدعاء الممثلين الجالية المغربية في بعض المناسبات، تخصيص اعتمادات مالية لم تتعدى هذه السنة 78 مليون درهم، إفادة بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات، إلى وتزويد المساجد والمراكز الإسلامية بنسخ من القرآن الكريم، وتكثيف الزيارات الميدانية. كل هذا بالنسبة لهذا ما هو مطلوب، غادي نحاولوا كنحاولوا وكنتمناو نتغلبوا عليه بالتواصل الرقمي. اما التحديات المتواتيه الان لن تترك لنا ان نفعل شيئا كما نريد، فلذلك هذا هو الجواب. شكرا. تفضل السيده النائبه. شكرا سيد الوزير. احنا مغاربه العالم كنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها باش تحتفظوا على التربيه الدينيه لاولادنا. تقريبا تزيد المليون المغاربه عايشين في بلدان استقبال، ومنهم تقريبا 2.5 عندهم تحت 18 عام ومحتاجين بالتربيه الدينيه. خصنا نعطيو واحد الاهتمام كبير لولاد الجيل الرابع بحال اللي كيبغي وكياكد سيدنا. فصل 16 ديال الدستور كيعطي الحقوق، نفس الحقوق المغاربة باش يكون عندهم تربية دينية في المستوى. ولادنا سيد الوزير تايهين، ما بقاوش عارفين كهما مغاربة، ما بقاوش عارفين بلاد، يمكن ماشي حتى من بلاد المهجر، ما بقاوش عارفين التربية الدينية اللي كيعطيو لهم في الجوامع، التربية الدينية مغربية أصلية أو لا تربية دينية أخرى. هذا مشكل كبير. كنطلبوا منكم سيد الوزير طلب مستعجل يكونوا مؤسسات ومدارس باش نعطيو تربية دينية مغربية أصلية في المستوى. ونطلبوا منكم في أرض الواقع تكون مراقبة ومواكبة في هذا الموضوع. وكنشكرك سيد الوزير. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد نائب. سيد الوزير، سيد الرئيس، سيد الوزير، كنطلبوا منك السيد الوزير على واحد الفئه اللي هي منسيه، هي طلبه وحملات القران اللي هما ما موظفينش في المساجد. مع الاسف حنا كنبغيهم غير في الوقت ديال الموت والوقت ديال الدعاء، وكيدعوا للمغرب ويدعوا لسيدنا ويدعوا لكل شيء، ولكن احنا ما ملفتينش لهم السيد الوزير. لابد واحد التفاته منكم لهالطلبه اللي ما عندهمش لا منحه ولا شي حاجه، يعني كيتسناو دوك المواطنين حتى يمشيو للزرود ولا كما نقولوا الوليمات غادي يدوروا معاهم. ومع الاسف السيد الوزير، وهذه الفئه لابد خاصها دير لها واحد المنحه حتى تستفيد منها وتكون حتى هي حاسه بالدوله او الوزاره ديالكم ردي لها البال. علاش كيبرك 20 عام وهو كيقرا وعلى الاخر ما كيعرف ما يدير؟ واشكر السيد الوزير. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا سيد الوزير.
هذا التعقيب الاخير ما عندوش علاقه بالسؤال، ولكن غنقول بانه ماشي صحيح. هو بالنسبه السيده النائبه المحترمه، الكلام الميكرو الميكرو سيد وزير، سيد وزير الميكرو، الكلام اللي قلت السيده النائبه المحترمه صحيح، ولذلك سميته التحديات. تعليم ما موقفش على وزاره الاوقاف الاسلاميه، ولكن الاشياء الاخرى في المساجد راه حنا قلت لك تحديات كنحاولوا نتغلبوا عليها، وكلامك صحيح متفقين. شكرا.